الهدوء يعود إلى الطريق الجديد بعد اشتباكات ليلية. تشييع الحسن ينتهي باقتحام السرايا. لقاء ثان للإبراهيمي مع الأسد. صباح الخير. ونديم قدم السرايا لنا، لكن الشبيبة أخفقت في اقتحامها لأنها لا تتقن فن المعارك. والأبرز في مشهد الاقتحام أن المندفعين باتجاه السرايا نسوا دفن اللواء الشهيد ورفعوا لواء دفن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. فزحف شباب القوات والكتائب والأحرار بمعاونة المستقبل إلى الدار الحكومية، وانتشرت القمصان الزرق على أبواب السرايا تحاول دخولها بتردد، فاشتبكت مع القوى الأمنية المولجة حماية المكان وعلى صراخ التراجع من الرئيس فؤاد السنيورة إلى الرئيس سعد الحريري. وعز على السنة أن يروا موقع رئاسة حكومتهم يتعرض للإهانة على أيدي أحزاب وتيارات صديقة. وبعد التشاور سحبت القوات فهودها وأعلنت الكتائب إعادة انتشارها إلى ما وراء السرايا. ساعات عصيبة خسرت فيها قوى 14 من أدار في الشارع ولم تربح في السرايا. وإذا كان نجيب ميقاتي يفكر في الاستقالة، فإنه اليوم سينأى بنفسه عن هذا القرار ويعيد مراجعة أفكاره سياسيا وروحيا. وهو عزم على تأدية فريضة الحج في السعودية شاكيا أمره في بيت رسول الله. وقد يغادر ميقاتي إلى مناسكه بضمير مرتاح، لأن حكومته لن تسقط في الشارع مدعوما في قراره هذا من الفرنسي والأمريكي والبريطاني والأهم من الداخل اللبناني. فالرجل لم يرتكب جرما يحاكم عليه، وهو من أعطى الحسن وساما سياسيا وحمى وجوده على رأس شعبة المعلومات. ومن يطالب برحيل رئيس الحكومة اليوم نتيجة اغتيال الحسن فإن أداءه لم يكن حسن. وعلى اللبنانيين أن يراجعوا تاريخ الاغتيالات والانفجارات التي وقعت في عهد حكومتي فؤاد السنيورة وسعد الحريري، فهل كانا قادرين على منع القدر؟ وهل توصلا في عهدهما إلى أي خيط للمسؤوليات؟ كلام الحق اليوم هو أن قوى 14 من أدار بدأت معركتها الثانية باستثمار شهادة وسام الحسن بعد رفيق الحريري. حرب تنصل المستقبل من صانعيها وتبرأ من الصحفي النديم. لكن إذا كان تيار المستقبل ليس على مستوى المعركة، فلماذا يجند لها جهاديين متهورين؟ وبعد نزوة السرايا ترك الشارع لأولاد الشوارع الذين اعتدوا على السيارات في النعم والجي وأوقفوا ركابها على الهوية، فيما على الرصاص في بيروت مع ظهور مسلح وملثمين. وقد وردت إلى الجديد عشرات الاتصالات المستغيثة في أكثر من منطقة. عاد الهدوء إلى منطقة الطريق الجديدة التي ينتشر الجيش في محيطها ويمنع الدخول إليها، وذلك بعد اشتباكات ليلية وإطلاق نار كثيف بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين مجموعات مسلحة تعمل تحت غطاء تيار المستقبل ومجموعات مناوئة لها. وما لبث أن رد الجيش على مصادر النيران وتمكن من إسكاتها، ولاحق مسلحين انتشر بعضهم على أسطح المباني. وفي طرابلس أفاد مراسلنا نصر الرز أن الوضع لا يزال على حاله. اشتباكات متقطعة منذ الأمس تشتد حينا وتخف أحيانا بين منطقتي جبل محسن وباب التباني. وقد شوهدت مواكب سيارة لمسلحين تجوب شوارع المدينة مطلقة النار عشوائيا بين وقت وآخر،
فيما تمركزت قوة من الجيش في محيط منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خشية تعرضه لأي اعتداءات من المجموعات الغاضبة. جمهور قوى 14 من أدار لبى دعوة قيادته إلى المشاركة في التشييع الشعبي للواء الشهيد وسام الحسن، وما إن وري جثمانه إلى جوار ضريح الشهيد رفيق الحريري حتى ثار المشيعون محاولين اقتحام السرايا الحكومية. يوم وداع اللواء الشهيد وسام الحسن تحول يوما جماهيريا، فتوافد مستنكرو الاغتيال والذين بمعظمهم لم يعرفوا من الرئيس الراحل لفرع المعلومات إلا اسمه، وها هم اليوم يتوافدون حاملين صورة رجل لطالما بقي في ظل اسمه الذي أضيف إليه اليوم وسام على وسام. سنكمل طريق الوفاء الذي رسمه شهيد لبنان الكبير الرفيق الشهيد رفيق الحريري رحمه الله. وستبقى الراية مرفوعة أبدا، ستبقى الراية مرفوعة أبدا مع دولة الرئيس الحاضر معنا أينما كان. عنيت به دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري. وسنبقى معك أنت يا دولة الرئيس فؤاد، قلب لبنان، قلب النضال، فؤاد الخير، فؤاد الضمير. سنبقى معكم جميعا بمسيرة الوفاء للبنان. لا حديث قبل رحيل الحكومة. لا حديث قبل رحيل هذه الحكومة. لا حوار على دم الشهداء. هذه الحكومة هي المسؤولة عن جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن ورفاقه الشهداء. ولذا فلترحل إذن هذه الحكومة. لن ندفن رؤوسنا في الرمال، ولن نتهاون مع ذلك. إن آخر إنجازاتك أنك كشفت مؤامرة المجرمين سماحة والمملوك وفضحتهم أمام العالم فقتلوك. نقولها صراحة، هناك تآمر ومساعدة محلية للقاتل الجبان الذي أصدر الأوامر بقتلك. هناك مساعدة ومؤازرة على الأرض بدأت من مطار بيروت وصولا إلى مكان الجريمة في الأشرفية. نقولها واضحة، لم يعد بإمكانك يا دولة الرئيس نجيب ميقاتي أن تستمر في موقعك لتغطي هذه الجريمة. لقد قتلوا أحد أهم حماة الدولة ومن كان يحمي المواطنين اللبنانيين، ولذلك فإنه لم يعد بإمكانك يا دولة الرئيس ميقاتي الاستمرار كما أنت وحيث أنت. فاستمرارك في موقعك يعني أنك موافق على ما جرى وعلى ما سيجري وعلى المخطط الإجرامي الذي يعمل على تنفيذه المجرمون. ختام التشييع الشعبي للشهيد اللواء خرج عن إطار الصلاة والحداد، فأعلنها الإعلامي نديم قطيش ثورة. يا شباب ويا صبايا، يلا يلا على السرايا. نجيب ميقاتي اليوم السرايا. سجل رجل المعلومات اختتم بمعلومة أخيرة، نهاية الحسن مؤشر لبداية السيء، وحصل السيء.
المشيعون خلعوا ثوب الحداد سريعاً وتسلحوا بعصي الأعلام ليهبوا على السرايا الحكومية في محاولة لاقتحام مؤسسة رسمية دمغها الرئيس الشهيد رفيق الحريري بقول: لو دامت لغيرك ما آلت إليك. عناصر قوى الأمن الداخلي رفاق سلاح اللواء الشهيد فوجدوا أنفسهم في مرمى عصي المتظاهرين وحجارتهم وحتى في مرمى قنابلهم المسيلة للدموع. أما نديم قطيش فقال كلمته وانشق عن المتظاهرين الذين افترشوا الأرض. رحل قطيش فيما كان شعار رحيل ميقاتي. من وسط بيروت، نانسي السبع، قناة الجديد. وتزامنا مع محاولة اقتحام السرايا قطعت معظم مداخل بيروت وبعض الطرق الساحلية. بعد يومين على قطع الطرقات في بيروت وخاصة على مداخلها، بدأت القوى الأمنية منذ ساعات الصباح بالعمل على فتحها وإزالة الحواجز التي كان قد وضعها الشبان الغاضبون. ففتحت جميع المداخل أمام المواطنين والحشود التي توافدت من الشمال والجنوب للمشاركة في تشييع لواء وسام الحسن، ليتبعها انتشار عمال التنظيفات الذين قاموا بتنظيف ما خلفه يومان من أحراق إطارات ورمي لحاويات نفايات بما فيها. ما لبث أن انقشع بعض من الغطاء الأسود عن شوارع بيروت ومداخلها، حتى قام بعض الشبان المتحمسين لمواكبة اقتحام السراي بقطع الشوارع. فقامت مجموعة من الشبان المسلح بعضهم ومنهم من كان يحمل العصي بقطع طريق الناعم في الاتجاهين بمستوعبات النفايات والإطارات المشتعلة لتعود السيارات أدراجها، مما أدى إلى ازدحام السير على الأوتوستراد. المدينة الرياضية حيث عزز الجيش اللبناني تواجده طوال اليوم، ما لبثت أن أصبحت في عهدة سائقي الدراجات النارية الذين قاموا بقطع شوارعها بالإطارات المشتعلة في الاتجاهين. وكذلك الأمر على كورنيش المزرعة مع انتشار كثيف للجيش اللبناني الذي منع أي احتكاك أو توتر. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يسافر إلى السعودية اليوم لأداء مناسك الحج أسف لما شهدته البلاد إثر تشييع اللواء الحسن والهجوم على السرايا، وإذ كرر موقفه القائل بعدم تمسكه بالسلطة تساءل إلى أين ستؤدي المواقف المتشنجة، مضيفا ردا على سؤال للنهار عن مطالبة قوى 14 من أذار باستقالته: بعد المشهد الذي رأيته أمس زدت اقتناعا أن التخلي عن المسؤولية في هذه الظروف في الدقيقة جريمة ولا يمكن بأي شكل ترك البلاد للفراغ. من جهته أكد وزير الداخلية مروان شربل في اتصال مع برنامج الأسبوع في ساعة أن المهم هو عدم حصول فراغ أمني، وقال: عندما لا تكون هناك حكومة فهذا يعني فلتانا أمنيا. اللواء الحسن، أنا إلي سنة وأربعة أشهر بالوزارة، اللواء الحسن من سنة وأربعة أشهر على فائتي معرض للخطر. يعني امبارح صارت قصة الوزير ميشيل سماحة معرض للخطر. في كتير أمور اكتشفها أمنيا، في كتير أمور طبعا وقت اللي وجهاز معين بيكتشف أمور بيبقى معرض للخطر. بقى ما فينا نحصر هلأ، خلينا نترك للقضاء هو يشوف شو السبب. وبعتقد أنا لما نلقي القبض، وإن شاء الله بنلقي القبض على اللي قام بهالعملية ليعترف بالحقيقة. نعم. أول شيء خسارة لقوى الأمن الداخلي وخسارة لوزارة الداخلية استشهاد اللواء حسن وكل من استشهد بالأشرفية. هي شغلة. الشغلة الثانية الذي قيل عن أنه الحكومة حملوها، هذا كلام سياسي، بس اللي أنا بزعله، اللي أنا زعلت له أنه أن يتهم الرئيس ميقاتي أنه هو يحملوا دم اللواء حسن. انا بقدر بقول لك هاي اول مره بحكيها. انا اول ما استلمت الوزاره اجتمعت انا وياه بعد 24 ساعه للرئيس ميقاتي. كان عم قال لي اول كلمه، قال لي: بدك تحافظ على وسام الحسن وعلى اشرف ريفي.
قلت له أنا ضابط واثنينهم بعرفهم عندهم من المناقبية ما يكفي، وأنا بقيت على كلمتي لأني أنا مقتنع باللواء حسن ومقتنع باللواء ريفة. ومن البرنامج نفسه دعا الوزير السابق وئام وهاب إلى محاسبة المسؤولين الأمنيين، مؤكدا أن اللواء الحسن كان مخترقا من شخص قريب. أنا تقديري في حدا قريب مخترق وسام، حدا قريب من مرافقينه، من يعني من شعبة المعلومات، من ما في، بدي أقول لك شغلي، ما في حدا من المرافقين بيعرف أنه لازم، يعني هاي المنطق بيقول، يعني أنا أستاذ جورج بعملها هاي الشغلة، يعني بظهر بسيارة أوقات منا سيارتي، بس أنا بيكون بس اللي معي بالسيارة بيعرف، اللي معك بالسيارة ما ممكن يكون هو اللي خارقك، لأن بيعرف بيروح معك. أوكي. في حدا بيعرف هالبيت، منو لازم يتفتش عليه وينجاب، ما بعرف منو. يعني هيدا اللي بيعرف البيت لازم ينجابه كله. أو اللي بيعرفوا وين البيت، يعني هاي بالأول. الأمر الثاني بدك تشوف مين اللي كانوا يتعاطوا معه ويعرفوا تنقلاته ومخترقين من أجهزة، لأن في كتير ناس يبقوا حوالينا ممكن تكون تعرف أنت شخص أو 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 بنت أو زميلي أو ما بعرف شو، يعني بتكون يعني مخترقة من حدا أو مخترق من حدا، يعني بيكون في أجهزة، يعني حتما في حدا في أجهزة مشغلة ناس على وسام. فبدك تفتش عن هذا الموضوع. هذا أول شيء، لأنه يعني يا أخي طب مين بيعرف طالع على هالبيت ومين الحضر وكيف تحضرت بسرعة وكيف تحضرت يعني خلال ساعات ويعني كل هذه لازم. بس إنه مين يعني مين يلي حوالي، مين اللي عم بتقول أصدقاء أو ناس ما بعرف. عارفين يعني مين بدون يكون ما بعرف أنا، يعني ما في يعني أنا، يعني إذا مش الأمنيين مين ممكن يكون، يعني عائلته حي برا، يعني مين بدون يكون، أي صديق شخصي، ممكن يكون صحافي، ممكن تكون صحفية، ممكن يكون حدا، يعني وسام طبيعته اللي بيعرفه، وسام بيحكي، وسام مش خبيث، وفي حدا بيعرف انه هو برايق بيروح عليها، وفي حدا بيعرف، يعني انا اللي بعرفه بينام اغلب وقته بالمكتب، نعم، بس هو يا اخي كمان اوقات يعني واحد بيتجر، يعني خلينا نفتش من استغل هذا الضعف الانساني، من بلش من هون، مين استغل هذا الضعف الانساني؟ لا استبعد انا ان يكون هناك شخص استغل هذا الضعف الانساني واوقع بوسام الحسن وفاتح على عده اجهزه يكون هذا الشخص او مستاجر او منشرة. وكان الرئيس سعد الحريري دعا مناصريه إلى الانسحاب من الشوارع واضعا حرس بيت الوسط في تصرف حرس السرايا. أو أي حركة بالشارع والذهاب إلى بيوتهم، نحن منا طالبين عنف، نحن طالبين سلام، نحن طالبين أنه الحكومة مزبوط تسقط، ولكن طالبين أنه هيدا الشيء تصير بطريقة سلمية. وأنا بطالب كل المناصرين وكل اللي موجودين بالطرقات هلأ أنه ينسحبوا ويذهبوا القوى الأمنية موجودة لحمايتهم، مش أني أعدائهم. بطلب من كل المناصرين واتمنى خلال لحظات أنه هيدا الاعتصام ينسك. نحن جينا نكرم اللواء الشهيد وسام الحسن، جينا نقول للعالم أنه نحن ما بنقبل بهالجريمة، جينا نقول انه هالجريمة كبيرة كثير بالنسبة لنا، ولكن ما جينا نقول انه العنف نحن بدنا اياه. نحن بدنا انه لبنان يدله سالم، لبنان يدله بلد الحرية وبلد الديمقراطية، وبطالب من جميع مناصرينا انه ينسحبوا الان. انا حتى الامن تبع بيت الوسط ححطه لحماية السراي، لأنه هيدا أمر مرفوض، مرفوض تماما. نحن ما بلحظة طالبنا أنه هيدا الشيء يصير بهالشكل، وبطالب من كل المناصرين أنه ينسحبوا من الطرقات.
الرئيس فؤاد السنيورة قال من جهته إنه علينا حماية السرايا وإن محاولة اقتحامها أمر غير مقبول ولا تراجع عن الموقف من رحيل الحكومة. لقد تناهى إلى علمي الآن بأن هناك البعض من المواطنين الذين حاولوا ويحاولون الدخول إلى مبنى السراي الكبير وذلك باستعمال العنف. أود هنا بداية من أن نعبر عن تقديرنا الكبير للعواطف التي يبديها المواطنون، ولكنني أعتقد أن عملية الدخول إلى مبنى السراي الكبير واستعمال العنف هو أمر غير مقبول ولا يتسم بأي صفة من الصفات التي نحن نحبذها ونعلي شأنها. السراي الكبير هو مبنى للدولة اللبنانية وعلينا أن نحمي هذا السراي الكبير. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق وهذا ليس من شيمنا على الإطلاق. نحن عبرنا عن رأينا ونحن ملتزمون بما قلناه في حديثنا أمام الجماهير المحتشدة حول الضريح. أما أكثر من ذلك فإن أي موقف يتخذ في هذا الشأن فهو لا يعبر عن موقفنا على الإطلاق. نحن نرى أن هذا الأسلوب غير مقبول ولا يؤدي الغرض الذي ربما يحاول البعض أن يعبر عن تأثره وحزنه به. أعتقد أننا في هذه الآونة علينا أن نترفع ونتعالى على الجراح ولكن وأن يكون موقفنا حازما حاسما لا مواربة فيه ولا تراجع عنه. إن الموقف الأساس الذي نعبر عنه هو في ضرورة أن ترحل هذه الحكومة وأي أمر آخر منها استعمال العنف في الدخول إلى السراي أو في الدخول إلى أي مبنى حكومي آخر أو أي مؤسسة خاصة هذا أمر غير مقبول وأعود وأكرر ليس من شيمنا ولا يخدم الغرض الذي نحن بصدده. فأتمنى على الجميع أن يعود إلى رشده وإلى أن يتصرف بالطريقة التي تخدم الهدف الذي حددناه. مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني قال إنه ممنوع إسقاط الحكومة في الشارع. توجه مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني برسالة إلى اللبنانيين أكد فيها أن إسقاط الحكومات في الشارع أمر مرفوض وأن من يسعى لإسقاط حكومة في الشارع هو واهم وواهن. إن إسقاط الحكومات في الشارع أمر مرفوض من أساسه، والذي يسعى لإسقاط حكومة في الشارع هو واهم وواهن. ونحن رفضنا بالأمس إسقاط حكومة الرئيس سنيورة من خلال الاعتصام حول السراي الحكومي وبالشارع، وكذلك اليوم ممنوع هو إسقاط الحكومة في الشارع، فإن رئاسة الحكومة ليست بكسر عصا أو مكتسباً لهذا الفريق أو ذاك، وإن شباب قوى الأمن الداخلي من سرية الحرس الحكومي ضباطاً وأفراداً هم أبناؤنا وأبناؤكم وإخوة لكم، هم يبذلون دمهم وحياتهم في هذه السرية التي كان اللواء الشهيد وسام الحسن في يوم من الأيام على رأسها. لا تضيع البوصلة ولا تندفع بعيداً عن الدولة التي يريد اللبنانيون تركيز دعائمها وقيام مؤسساتها. إن إعطاء الثقة للحكومات وحجبها عنها لا يكون إلا من خلال المجلس النيابي. وما كاد المفتي يختم كلمته حتى وصل إلى المسامع حديث عن أن بعض الشبان سيتوجهون للاعتصام أمام منزل المفتي في تلة الخياط استنكاراً لما جاء في كلمته، فاتخذ كل من الجيش وقوى الأمن إجراءات أمنية احترازية مشددة تحسباً لأي تحركات من هذا النوع. مساعدات لمتضرري الأشرفية في النشرة بعد الإعلان.
أهلا بكم. الألاف شاركوا في التشييع وساحة الشهداء استعادت قليلا من بريق تظاهرات الماضي. تقرير للزميلة كريستين حبيب. هذا التمثال الذي بات يحمل اسمه وأكثر أثقلته الاغتيالات المتتالية، وأثقله أيضا متظاهرون يتسلقونه ويستقرون فوقه كلما كانت ساحة الشهداء قبلة الأنظار. اهتز التمثال ولم يقع، مع أن هدير الشعارات والأناشيد كان قويا في وسط بيروت. تتواصل محاولة إعادة عرض شريط قديم اسمه 14 أذار 2005، أكان من خلال حشد الناس الذين حضر معظمهم من مناطق محددة خصوصاً عكار والبقاع، أو من خلال الأناشيد والشعارات باللغات الأجنبية، لكن المحاولة لم تنجح كثيراً، سيما وأن عناصر جديدة دخلت إلى الصورة كأسود المنيي والوجوه الملثمة والدراجات النارية التي تخترق الحشد بجنون. أما العنصر الأكثر حداثة فهو علم الثورة السورية، إنه الحاضر الأكبر يحمله الشبان ويسيرون به في تحركات مشابهة بأيام الجمعة في سوريا. إلا أنه في لبنان يوم الأحد، أحد وسام الحسن، وإن نسي البعض تذكر البعض الآخر. جايين لعند البطل الله يرحمه ويرحم ترابه، جايين نحن نشيعه، جايين بعرسه، هي عرس. نحن اليوم جايين نودع حامي لبنان، هيدا الزلمة الله يرحم ترابه، هو عم يحمي كل الزعامات الموجودة هنا، الله يرحمه راح. الشعارات السياسية والهواجس الطائفية لم تغب هي الأخرى عن ألسنة المشاركين. أنا أول شغلي مسلم سني من لبنان، مشاركتي بهذا الحدث لأن الطائفة عم تنتهك من إيران من الخامنئي. نحن جايين لهون بأمر الشيخ أحمد الأسير الحسيني حفظه الله. رسالتي لنجيب نقاطي كأنا بنت الشمال، تيار المستقبل يستقيل، لأنه يعني كمان الشعب اللبناني تعب. لازم يكون عندنا ولاء للوطن ليس طائفي، للبنان، واللبناني ما بيأيد لبنان يرحل من لبنان. نحن لبنانيين، لازم كل لبناني يجي على لبنان. الشيخ سعد كمان يجي على لبنان؟ أكيد طبعاً يجي سعد الحريري، لأنه لبناني بلا هذا الشعب ما ولا شيء، لازم يجي هو يجمع الشعب. أحد وسام الحسن غلب عليه اللون الأزرق، فيما بقي الحضور الحزبي الحليف خجولاً، خصوصاً الاشتراكي منه. حضرتكم مشاركين عن حزب التقدم الاشتراكي؟ أكيد، وعن الرجل اللي خسرناه، الرجل الأمني اللي كان حامي الزعيم تبعنا وفقدناه، فوجبنا نجي على الشيع وسام الحسن. بتشوف اليوم استعادة لمشهد 14 أذار 2005؟ بالمبدأ لازم، مع أنه شوي القيادات كانت عم تخزل الجمهور تبعه، بس هلا اليوم الجمهور سبق قياداته. في خريف لبنان هذا العام تساقط وسام الحسن مع الورق الأصفر وذبل معه ربيع بيروت. شكل تشييع اللواء وسام الحسن مناسبة لقوى 14 أذار من أجل استرجاع مشهدية العام 2005، مشهدية تراجع فيها استخدام الورود البيضاء والمناديل الحمراء لمصلحة الإطارات المشتعلة وشعارات التفرقة وأكثر، وسائل لم يكن ليتبناها الشهيد الأول ولا جار ضريحه. من ساحة الشهداء، كريستين حبيب، قناة الجديد. تكريم رسمي للواء الشهيد ورفيقه في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ورئيس الجمهورية يقول للسياسيين لا تؤمنوا الغطاء للمرتكب. كبيرة هي الصورة، لكنها لم ولن تكون على الأرجح كافية لملء الفراغ الذي خلفه غياب اللواء وسام الحسن عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بشكل عام، وعن مبنى شعبة المعلومات بشكل خاص، وعن الطبقة السادسة من هذا المبنى حيث مكتبه بشكل أكثر خصوصاً. فالرجل الذي صال وجال في أرجاء المكان طوال السنوات الأخيرة دخله للمرة الأخيرة شهيداً مكفناً بعلم بلاده، وإلى جانبه وفي وضع مماثل رفيق دربه في الحياة وفي الممات المؤهل الأول أحمد صهيوني. لم يكن رصد الحزن في عيون عائلتي الشهيدين صعباً، فيما بدا حزن الساسة الحاضرين ممزوجاً بقلقهم المحق من عاصفة ما بعد التكريم المتوقعة. رئيسي الجمهورية والحكومة حضرا قبيل بدء مراسم التكريم بقليل، فنأى نجيب ميقاتي بنفسه عن الكلام
وهو المدرك أن أي موقف له مهما كان مدروساً سيؤمن مادة للهجوم السياسي عليه في ساحة الشهداء. أما العماد ميشيل سليمان فاعتلى المنبر منتقداً تدخل السياسيين في عمل الأمن وعمل القضاء. ونحن اليوم نرى أن هذه المؤسسة تعاقب باغتيال رئيسها اللواء الشهيد وسام الحسن. أقول ذلك لأن فرع المعلومات نجح بقيادة رئيسه بالإضافة إلى الجرائم العديدة الفردية إلى كشف شبكات العملاء والتجسس وتوقيف أفرادهم إلى كشف شبكات الإرهاب إلى منع الأذى والفتنة الكبيرة المحضرة عبر ضبط كمية المتفجرات وتوقيف ناقلها. وكأن هذه المؤامرة المدبرة استطاع وسام الحسن تعطيلها وتجنيب البلاد أزاها وافتداها بروحه ودمائه الزكية. وأقول للسياسة، أقول للحكومة، أقول للمرجعيات السياسية، لا تؤمنوا الغطاء للمرتكب، اجعلوا رجل الأمن والقاضي يشعر أنه مغطى فعلياً، وليشعر المرتكب أنه غير مغطى، وهذا واجب علينا وعلى كافة المرجعيات السياسية. اعملوا على كشف الجرائم، كفى. أدعو القضاء إلى الاستعجال بإصدار القرار الاتهامي في ملف قضية ميشيل سماحة، وأيضاً أدعو القضاء إلى محاكمات الذين قتلوا العسكريين في نهر البارد. فالأمن بحاجة إلى غطاء سياسي وبحاجة إلى مواكبة من القضاء. مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، والذي غلبه التأثر في أكثر من مرة وهو يلقي كلمته، حرص على إبقاء هذه الكلمة في إطار غير سياسي. سنتابع هذه المهمة وسنتصدى لكل من يعبث بالأمن كائناً من يكون. عزيزي وسام، لقد ترفعت عن الصغائر، فكنت مثالاً في الوطنية، وأسست مدرسة في العمل الأمني، وحولت هذا العمل إلى ما يشبه الفن. أيها البطل الشهيد، الرجال الذين دربتهم وأشرفت على إعدادهم وتربيتهم على المناقبية والانضباط اكتسبوا من المهنية والاحتراف ما يجعلك تفخر بهم وتطمئن إلى أنهم سيتابعون المسيرة. نعم، لقد وثق اللبنانيون بك وبقدراتك، لقد وثق اللبنانيون بأخلاقك. كيف لا، فقد تمكنت من تحقيق نتائج باهرة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله. أيها الشهيدان البطلين، ارقدا بسلام، فنحن ملتزمون حمل الراية وأكمال المسيرة، وعلى العهد سنبقى أوفياء، إن دعا الواجب سنجود بالدم. المجد والخلود لكما ولرفاقكما الذين سبقوكما على درب الشهادة، ونقسم لكما إننا سنعمل بكل ما أوتينا من قوة لتظهر الحقيقة جلية وتأخذ العدالة مجراها كي لا يضيع دمكما ودم الضحايا الأبرياء هدرا. وإلى جانب ميقاتي وسليمان، تقدم وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وقائد الجيش العماد جون قهوجي المشاركين في مراسم التكريم، فضلا عن عدد كبير من السياسيين والأمنيين. تكريم لم يتجاوز في مدته الزمنية النصف ساعة، لكنه كان في شكله ومضمونه معبرا وراقيا، وكما دخل الجثمانين خرجا على وقع موسيقى الموت وموسيقى قوى الأمن الداخلي. وحدها الأعمال تبقى بعد الرحيل، وفي حياته عمل اللواء وسام الحسن كثيراً، فأخطأ وأصاب بنسب يتفاوت تقديرها بين طرفي الصراع السياسي. وإذا كان الموت ولو شهادة لا يكفي لتحويل الناس إلى ملائكة، فإنه في الوقت عينه يمثل فرصة لإعادة التفكير بالنسبة لمن باتوا يرون في كل خصم لهم في السياسة أو في الأمن شيطاناً أكبر. من داخل مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فراس حطوم، قناة الجديد. اللواء وسام الحسن في مديرية قوى الأمن الداخلي شهيدا كما لم يعتد. تقرير للزميلة يمنى فواز.
كما لم يعتد وصل اللواء وسام الحسن نائما إلى مقره ما قبل الأخير في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وكما لم يعتد لم يصل في موكبه ولم يكن يقود سيارته أو جالسا في المقعد الخلفي أو الأمامي. دخل باب المديرية بصمت وببطء مغطى بعلم لبنان محمولا على الأكتاف مقلدا بالشهادة يزف بالموسيقى وكثير من الحزن. أتى وبانتظاره كثر من الضيوف والعائلة، وكما العادة كان يرافقه المؤهل الأول أحمد صهيوني. لم يصعد إلى مكتبه، مكث في باحة الثكنة تحت ضوء الشمس يحيطه كثر في ضيافة أخيرة أتوا إلى الوداع الأخير. رجال السياسة والأمن وفي الوسط زوجته أنا وولداه مازن ومجد ووالداه وعدد من الأقارب في حالة ومكان لم يعتدوه أيضاً، كثير من البكاء والصمت. غص رفاق الدرب زينوه بالأوسمة والورود، رثوه ورحلوا. أطال البقاء والد الشهيد وسام الأول الرائد وسام عيد، فاليوم أصبحا شهيدين ووسامين. فاليوم حلت صورة الحسن أيضاً على حائط المديرية. أنا عم شيع وسام تاني، وسام الحسن يلي كان أب وأخ للمرحوم وسام عيد وللبات، يعني تصوري إنه ما تركنا، ده كان وفي وفي كتير، وفي لوطنه، وفي للشهداء والأمن، وفي للعالم كله. اليوم ليس كأمس اللواء وسام الحسن، عاد شهيدا في يومه الأخير في مقر المديرية لأقل من ساعة، متوجا بنجاحات كثيرة فيها، وانطلق منها إلى العالم، أنهى فيها واجب الضيافة، ألقى تحية الوداع، فهناك ضيوف ينتظرونه في ساحة أخرى. وكما اعتاد وأحب القول، قول الله. وزير الاتصالات أولى صحناوي عقد مؤتمرا صحفيا خصصه للإعلان عن المساعدات للمتضررين من تفجير الأشرفية. من بعد ما بغمنا على عيال المنكوبة وعيال الضحايا اللي مشاهدين بكل أنحاء الأشرفية وأمنوا منامة لليلة وليلتين عن أصحابهم عن عيالهم، تبين لنا أنه ضروري كنا ناخذ إجراء سريع، واتفقنا مع أوتيلين يعني على نفقتنا ليستقبلون، لتكون هيئة الإغاثة وبالتنسيق مع هيئة الإغاثة بالحقيقة، لتكون هيئة الإغاثة عملت الأحصاء وخلصت وبلشت الدفع بدل الإيجار. بالنسبة لهيئة الإغاثة أكيد المواطنين حابين يعرفوا هالشيء، نحن بالحكومة شددنا كتير إنه الإجراء بده يكون أحسن وأسرع من ما شفنا بلبنية فسوح. بنية فسوح بعد فيه لحديت هلا للأسف عيال بعد ما قبضت التعويض تبعها المالية، بعد ما دفعت لهيئة الإغاثة، رئيس الحكومة تسمع علينا وتعهد إنه هالمرة الإجراء رح يكون كتير سريع. واليوم كنت عم بحكي مع أمين عام هيئة الإغاثة، عم بيقول إنه من التنين الصبح ببلش يدفع بدل الإيواء. النشرة مستمرة وفيها بعد الإعلان مواجهات في الكويت. أهلا بكم. الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي وبعد لقاء ثان مع الرئيس السوري بشار الأسد دعا طرفي النزاع في سوريا إلى وقف القتال بقرار منفرد خلال عيد الأضحى. وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحفي عقده في دمشق: وجه النداء إلى الجميع لأن يتوقفوا بقرار منفرد عن استعمال السلاح أثناء العيد، مشيرا إلى أن كل طرف يمكن أن يبدأ بهذا متى يريد، اليوم أو غدا، موضحا أنه سيعود إلى دمشق بعد عيد الأضحى الذي يوافق أول أيامه الجمعة المقبل. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن الأسد تأكيده خلال الاجتماع أن سوريا تدعم مساعي
وعي المبعوث الأممي ومنفتحة على أي جهود مخلصة لإيجاد حل سياسي للأزمة على مبدأ احترام السيادة السورية ورفض التدخل الخارجي، مضيفا إن أي مبادرة أو عملية سياسية يجب أن تقوم في جوهرها على مبدأ وقف الإرهاب. في الكويت استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق محتجين حاولوا تنظيم مسيرة احتجاجا على التغييرات التي أدخلت على قوانين الانتخابات والتي ترى المعارضة أنها تخدم المرشحين الموالين للحكومة. وكانت السلطات قد تعهدت بالتصدي الحازم للمحتجين لمنع التظاهرة، لكن المعارضة قررت الخروج إلى الشوارع بعدما أعلنت الحكومة الدعوة إلى إجراء انتخابات في الأول من ديسمبر وتغيير قانون الانتخابات لحماية الوحدة الوطنية. وقال ناشطون إن الشرطة اعتقلت عضوا إسلاميا سابقا في البرلمان وصحفيا يساريا. أما الآن فنطلع معا على أبرز ما عنوانته الصحف المحلية ونستاهلها مع النهار. الرابع عشر من أذار تطلق عصيانا لإسقاط الحكومة، مقاتلا أستقيل جنبلاط مشهد مؤسف. بدورها السفير وسام الحسن شهيدا، المعارضة تنتحر عند باب السرايا. أبرز ما عنوانته الأخبار، حرب العودة إلى السرايا بقوة السلاح، الانقلاب الفاشل. وفي الأنوار، وداع وطني للشهيد الحسن وتصاعد التحرك الشعبي استنكارا للاغتيال، الحريري وقادة الرابع عشر من أذار أوقفوا اقتحام السرايا. أما الديار، وداع مهيب للشهيد اللواء وسام الحسن ومنحه أعلى وسام. ريفي يعين العميد عماد عثمان رئيسا لشعبة المعلومات، خوف دولي من الفراغ وتركيز على الاستقرار وهجوم على السرايا. بالانتقال إلى المستقبل، الحريري يبلغ كلينتون أو يبلغ كلينتون وفابيوس وبانكيمون بمقاطعة الحكومة حتى رحيلها. الرابع عشر من أذار تودع الحسن والتنازلات. جريدة البناء عنونت الأسد أكد للإبراهيمي على ضرورة وضع حد للإرهاب وداعميه، محاولة انقلابية فاشلة في يوم تشييع الحسن. بدورها اللواء، وداع مهيب للحسن، سليمان يستعجل القرار الاتهامي بقضية سماحة، والحريري يرفض اقتحام السرايا، تأخر استقالة الحكومة يهدد بالشلل والعصيان، ميقاتي يطلب من كلينتون المساعدة في التحقيق ونصائح دولية بالحكمة وضبط النفس. أبرز ما جاء في الجمهورية، سليمان يرفض حشره والشارع يغلي والمعارضة تطلق معركة إسقاط الحكومة، ميقاتي أرادوها معركة فلتكن. بالانتقال إلى الحياة، سليمان يعتبر المقصود اغتيال الدولة ومحاولة لاقتحام السرايا، والحريري وقادة الرابع عشر من أذار تدخلوا لإبقاء التحرك سلميا. وداع شعبي للحسن والسنيورة يطالب ميقاتي بالرحيل، الإبراهيمي لا يملك غير مناشدة الضمائر لتطبيق الهدنة. الأردن اعتقال خلية إرهابية خططت لاستهداف مولات وبعثات دبلوماسية. أخيرا مع الشرق الأوسط، السنيورة لا حوار قبل استقالة ميقاتي، سليمان عملية الاغتيال موجهة نحو الدولة، السيارة المفخخة هوندا مسروقة، لبنان السرايا الحكومي تحت حماية الجيش خلال تشييع الحسن، طنطاوي لولا الحكمة لكنا مثل ليبيا أو سوريا، مصر تجميد أموال شفيق والمرشح الرئاسي السابق يتوعد برد عنيف، الإبراهيمي يحول مبادرته إلى تمنيات بوقف نار منفجرة. في الختام يبقى أن نذكر بأبرز عناوين هذه النشرة. الهدوء يعود إلى الطريق الجديدة بعد اشتباكات ليلية. تشييع الحسن ينتهي باقتحام السرايا. لقاء ثان للإبراهيمي مع الأسد. شكراً وإلى اللقاء.